لا يمكننا أن نكرر ذلك بما فيه الكفاية. عدم الإعلان عن عمولاتك عند السفر من الجزائر أو منها هو خطأ يجب تجنبه. وفي حال إجراء التفتيش الجمركي، سيتم مصادرة الكمية غير المعلنة، ويمكن للجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية إذا كانت الكمية المنقولة كبيرة. لقد تعلم أحد الركاب على متن رحلة ليل بجاية هذا الأمر بالطريقة الصعبة، وتمت مصادرة مبلغ كبير من اليورو. في الجزائر، يخضع نقل العملة لبيان جمركي يتجاوز مبلغا معينا. عند المغادرة من الجزائر، يكون التصريح إلزاميا عن أي مبلغ يساوي أو يزيد عن 1000 يورو، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، للمواطنين المقيمين وغير المقيمين، وهو 5000 يورو للأجانب، وبحد أقصى 7500 يورو. منذ يوم الخميس الماضي، لم يعد يسمح للركاب بحمل أكثر من 7500 يورو سنويا، بغض النظر عن عدد الرحلات التي يقومون بها. بالنسبة للمسافرين إلى الجزائر، فإن الكمية التي سيتم نقلها ليست محدودة، بل يجب التصريح عنها. يعتبر عدم الإعلان عن العملة جريمة. كان أحد الركاب على متن رحلة جوية من ليل إلى بجاية يحمل 5500 يورو مخبأة في أمتعته، ولم يرى من المناسب التصريح بها. ومع ذلك، قرر موظف الجمارك تفتيش أمتعته. في إطار ممارسة مهام المراقبة الجمركية لحركة المسافرين عبر الحدود، تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لتفتيش المسافرين بمطار بجاية الدولي عبان رمضان من حجز مبلغ غير مرخص به من العمولات يصل إلى 5500 أورو، وذلك بعد تفتيش المطار أمتعة المسافر الذي يصل إلى بلد المنشأ عبر رحلة جوية من مطار ليل فرنسا. تفاصيل الجمارك في بيان صحفي صدر يوم الاثنين 25 نوفمبر. وأضاف أن العملية المنجزة تؤكد التعبئة الكاملة والجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وفي تطبيق التشريعات والأنظمة المرتبطة بالتجارة وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. البيان الصحفي. ولم يحدد النص تاريخ إدخال المبلغ بالعملة أو شركة الطيران التي اتخذها المسافر، ولا يشير إلى ما إذا كان الراكب المتورط سيحاكم أم لا.